ليه ياض؟ مش قدها ولا منشبهش؟ ازاي بقى ده انت قدها ونص؟ بس امك مش هترضى تسيب الشقه دي مهما عملت. لا ما احنا هنقول لها ان احنا هنسيب الشقه كده متحف مزار سياحي في قلب المنطقه. يعني انت خلاص خلصت في الشقه الثانيه دي اشتريتها؟ خلصت وفرشت كمان. ايه ده ايه ده؟ وانا اخر من يعلم؟ ياض ده انت اول من يعلم، انا جاي اقول لك اهو. ده انت ليك اوضه وامك ليها اوضه وانا واشجال لينا اوضه، ده غير شيبسن بقى حاجه تشرح. يا عيني بقول لك يا زيزو، انت خلاص قررت تعيش مع اشجال؟ يعني صرفت نظر عن موضوع الجواز ده ولا ايه؟ طب انا بقى هرضى ذمتك، انا لو لفيت الدنيا دي كلها انا اجدع واحن من اشجال. بصراحه استحاله. طيب اديك قلتها، قول لي انت بقى عملت ايه مع البنت يالا اللي انت شورتلي عليها في البنك؟ هي اسمها ايه من الحق؟ نسمه. يا عيني عليك يا ابو الانسام، ظبطت نفسك معاها ولا عاشق الجسد فاني؟ ازاي بس؟ ده حتى المثل اللي بيقول ما شابه اخاه، انا اتكلمت معاها في كل حاجه وهي فتحت امها، بس احنا يعني مأجلين الموضوع شويه عشان هي لسه في سنه اولى وبتدرس. وماله؟ ما تخلص وتاخد شهادتها وهي في بيتك. ما تقلقش عليا، بس قول لي انت بقى عامل ايه في شغلك؟ عشان انا بصراحه قلقان عليك. لا لا سيبك انت من شغل وخليك في نفسك وبس. بقول لك ايه بقى؟ ما تسيبك من دور الابوه اللي انت عايش فيه ده. ايه مش لايق عليا ياض؟ ازاي بس ده لايق ونص؟ كفايه ان انت مكفينا، خلينا مش عايزين اي حاجه. بس انا بصراحه بقى قلقان عليك من الجماعه بتوع الحزب دول. ومالهم بقى بتوع الحزب؟ ما ناس زي الفل ومموتين روحهم عشان يخدموا البلد دي. ده حتى انا اكتشفت ان الدوري باشا عامل كارنيه كده في حاجه اسمها امانه التنظيم. مش في كده برضه؟ ده في كده واوسخ من كده كمان. الله يخرب بيت سنينك. انا بس مش فاهم مين اللي لعبلك في دماغك دي. التصريحات الفشنك بتاعت رجاله الحزب عن معدلات التنميه الاقتصاديه اللي كلها كذب في كذب، هي اللي لعبت في دماغي وفي دماغ الناس كلها يا عم زيزو. يعني بتاع الحديد ولا بتاع السيراميك التاني ده لما يجي يحط 100 مليون ويجي اخر السنه ياخدهم 107 مليون بقى معدل التنميه الاقتصاديه 7%. تمام مظبوط، بس ده معدل التنميه للمنتفعين. الشعب ما بيستفدش اي حاجه من الكلام ده، الشعب كل يوم بيجوع اكتر والعيشه بتغلى عليه اكتر واكتر. وانت مالك ومالهم يا حمار انت؟ ياض انت خلاص بقيت بيه باشا. وبعدين الناس دي بقى انت مش عارفهم، الناس دي هم اللي حامين البلد. وانا عشان بقيت بيه باشا انسى الناس وانسى اصلي؟ وبعدين معلش الناس دي حامين البلد في ايه؟ حامينها من الحراميه، من المتطرفين، من الناس اللي عايزه تخربها وتجيبها على الارض. من الحراميه؟ اذا كان هم اللي واكلينها ولا ده انت عارف ومتاكد ان الناس دي كلها مشبوهين والحزب بتاعهم ده مجرد وكر، وكر بيتقابلوا فيه عشان يخططوا ويتكتكوا هيسرقوا الشعب ازاي وياكلوا خير البلد ازاي. ولا بس يلا مش عايز اسمع الكلام الخايب ده. عشان انت متاكد من الكلام ده وعايشه وعلى يدك. زيزان الدوري اللي هو نائب المنطقه بتاعنا ده بقى نائب المنطقه الابدي، كان المنطقه كلها ما فيهاش راجل تاني غير زيزان الدوري، مع ان انت عارف ومتاكد ان كل تسهيلاته وتشيلاته شمال، يعني ابجني تجدني. التسهيلات والتشيلات الشمال دي يا حبيبي هي اللي عملتك بني ادم، هي اللي شغلتك في بنك قد الدنيا واصحابك لسه قاعدين على القهاوي. وانا بقى مستعد اسيب الوظيفه دي من بكره ما دام جاي من السكه الشمال دي. جرى يا زيزو هو اللي مش لاقي هيموت من الجوع ولا ايه؟ اسمع بقى يا وليد، انا من الصبح مديلك وداني عايز اعرف ايه اللي جواك، لكن لو وصلت لكده لا. ايه عايز ترجع للفقر والذل تاني؟ يبقى انت ما فهمتش كلامي يا زيزو. الناس بقى الناس مش لاقيه تاكل، البلد غرقانه في بركه فساد والغلابه. اوه ده اتلحنها لي، الغلابه ليهم ربنا يا اخويا، والناس دي بقى كل يوم بتعمل حاجات عشان حاسه بالغلابه. عايز تحس بيهم انزل اشحت معاهم، بس ده بقى كلام تاني. انت اللي بتقول الكلام ده يا زيزو، ده انت اكتر واحد ما ينفعش تقول الكلام ده عشان انت ذقت وعشت عشت الغلابه. قوم يلا قوم افتح الباب، قوم افتح الباب. ماشي هفتح الباب بس هرجع اتكلم معاك. بمناسبه اخوك بقى، ماله سيادتك؟ حد اشتكى لك؟ هو كده فعلا، بس ده 10 على 10 في البنك يا باشا ومجتهد. ده لا لا مش البنك يا زيزو، ده هو عامل وسط نت كده ومشارك مع شويه مراهقين بيكلموا وحش على البلد. يعني انت عارف طبعا ان انا مدي تعليمات اي حد من دايرتي يندهوله فيها من الدوله بيدوني خبر انا الاول. اسمه جالي امبارح وانا قلت له مستنوا عليه يومين بس. ايوه بس سيادتك انا مؤاخذه يعني اعرف ان النت ده ما بيتقفش. لا ما هو في جهاز اتعمل اسمه مباحث الانترنت يا زيزو، وممكن يقبضه على اي حد، خصوصا بقى لما يبقى عامل بلوج ودونه يعني وحط عليها صورته بقى ويكتب وينتقد وعامل فيها ثورجي. مش كفايه علينا الصحافه الصفراء اللي طلعت على حس حريه التعبير والديمقراطيه والكلام الفارغ ده؟ كفايه كده يعني. لا اكلمه يا باشا، اكلمه طبعا. يلغي وسط النت بتاعته دي ويوقف المدونه دي فورا. العيال دي هتلم قريب، انا عارف. بقول لك ايه؟ انا مش عايز اي شوشره، اروح اجيبه بقى من وسط الناس والكلام يكتر وملايين بقى اللي احنا بندفعها في مشاريعنا هتبص تلاقيه على مكتب النائب العام بسبب جورنان حاقد عايز يكتب فينا اي تقرير.
بعد اذنك يا باشا. زيزو بالهداوه الناس دول عناديين ودماغهم ناشفه قوي، وبفتكر ميعاد محافظ انا عايز اجي معاك وارجع في طياره نفس اليوم. هتجوز روان انت بقى؟ سيبك منها يا باشا، مش فاضلها. لا خلي بالك دي عامله زي انثى العنكبوت، تاخد غرضها وممكن بعد كده تلدغ وتموت كمان. الله غالب يا باشا. وليد يا وليد. وليد فين يا ابني؟ كان بيلعب على الكمبيوتر بتاعه وبعدين جاله تليفون نزل. خير؟ وابراهيم نام؟ اكلته وحميته ونيمته طبعا يعني. كنت عايز وليد في ايه؟ لا ما تشغليش بالك يا مانا، كنت عايزه في مشوار مستعجل كده، هطلبه انا دلوقتي واشوفه فين وراح. اعمل لنا عشوه حلوه بقى قبل ما. حاضر يا ابني عينيا. الله يخرب بيت اهلك بقى، الكلام ده هو اللي بتنزله على الهبابه اللي اسمها مدونه دي؟ يا عم انا بكتب اللي بيخطر على بالي، وبعدين هو شغل معاك مخليني عارف اكتب مسرح. تعال افرجك على المدونه بتاعت اخوك. الله، ده وارد لي في النظام كمان. طبعا اطلع. هو بيكتب عندي وانا بعلق على اللي بيكتبه اهو. وادي صورته كمان يا سيدي، اتفضل. يا نهار اسود، وجبت صور المظاهرات دي منين؟ من على النت برضه. ما هي دي صور المظاهرات بتاعت انتخابات اتحاد الطلبه اللي تبقى رئيس الجامعه مع الامن. اخويا مش احسن ما يجيبوا لكم المتطرفين؟ متطرفين على النعمه من نعمه رب، انت القناه الثالثه بوظت دماغك. اه والله بقول لك ايه، خليك في تجارتك وتسيبك من السياسه دي خالص. حمار انا. العفو يا باشا، بس اللي انت بتشوفه ليل نهار يخليك اكتر واحد عارف ان البلد دي عامله زي المركب مخروم عين في بركه فساد. الله يخرب بيتك على بيت الكلمه اللي انت مش حافظ غيرها دي بتاع العيال الخايبه. اسمع بقى يا اياد، انت لازم تقفل الهباب ده وتقفل مدونه وليد كمان. الامن يا اخويا مش بيقعد يكون مراقب الانترنت ده ويلمكم انتوا كمان. يلمونا يعملوا بينا ايه بس فوق اللي عندهم؟ وبعدهم عندهم حساسية المراقبة كأن على راسهم بطحة، كل اللي يقطع صعاد يبقى بيقصده. بس يلا بس 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 حس. ماشي يا عم. ايوه يا عمي. اه تحاول النبي يا عم تجمع لي الفلوس اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وبعد بكره ان شاء الله نتقابل في القرية بتاعتنا. اه لا عايزين نخلص بقى، احنا خلاص مدونة عقد، عايزين ندفع عربون. ماشي ماشي بأمر الله. صحراوي يا عمي. طيب مع السلامة. مالك انت ومال الهبل ده؟ عيل صغير انت اللي في سنك النهارده زمانه متجوز ومخلف ومسؤول عن بيت كمان. عايز تجوزني يعني؟ اجوزك واجوز امك. هتجوزني مين؟ سناء مثلا؟ انا اسف يا صاحبي، والله ما كنت اقصد. عادي يا عم، والله العظيم القافيه جت كده. خلاص بقى قول لي ازاي ابنك. ابني هو ابني ده بقى هو الجرح الكبير يا اياد، ما باخده على ايديا كده احسن. افتكر امه يعني ماتت وسابته ليا، ماتت في حضني يا اياد. ساعات أشم ريحة نفسها هنا. نهايته. أنا خايف عليك يا أخويا، وخايف على وليد كمان. ممكن على الفساد، بص على الإنترنت بتاعك وشوف مين بيوكلنا ويشربنا ويخلينا نتكلم كده في السياسة بحرية زي ما أنت بتعمل. مش المركب المخرومة برضه؟